قبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه وينطب بها بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه وتفيئوا ظلال الشرف الأصلي بوده وحبه ما عبر الأكوان بنشر ذكراهم اللهم صل وسلم وبارك الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرب الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى مولانا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا يا نفس طيبي باللقاء يا عين قري أعينا هذا جمال المصطفى أنواره لا حد لنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى زال العنا وفى الهنا يا طيبة ماذا نقول وفيقي قد حل الرسول يا طيبة ماذا نقول وفيقي قد حل الرسول وكلنا نرجو الوصول لمحمد نبينا بشرى لنا إلا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشرى أضحى معلنا بشرى لنا نلنا المنى
في كل حين ربنا صلى علينا دائما في كل حين ربنا وآله وصحبه أهل المعاني والوفاء بشرى لنا للهدى زاد العنا وفى الهنا والدار أجز وعده والبشر أضحى معلنا بشرى لنا للمنى زال العنا وقى الهنا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أحيينا قربا وعن وضع هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت حين هذا المستور يبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور أنفذ الحق حكم على من تم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابي المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود وحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين فانقسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية أتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن نمور وبرز الحامد المحمود مذعلا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا للفداء يوم عشرين واجتماع طلع البدر علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
من مرحبا صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت
خضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di hadapan kita ini ada seorang bayi perempuan yang sebentar lagi akan kita resmikan namanya. Nanti apabila kita sebutkan namanya dan nama orang tuanya, marilah kita mendoakan dan membaca barakallahu fiha wa walidayha, barakallahu fiha wa walidayha. Artinya mudah-mudahan Allah taala memberkahinya dan memberkahi kedua orang tuanya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alf syahr min ashr wa laylatul qadri ya bi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim inna anzalna lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri lailatul qadri khairum min alf syahr min ashr wa laylatul qadri ya bi rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim inna anzalna lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadri khairum min alf syahr min ashr wa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا غلاما سميناك بما سماك الله تعالى في الأزل أزكى صفية بنتي سفيان دي بارك الله فيها ولديها بسم الله الرحمن الرحيم يا غلاما سميناك بما سماك الله تعالى في الأزل أزكى صفية بنتي سفيان دي بارك الله فيها ولديها. Wahai seorang anak perempuan, engkau pada malam hari ini kami resmikan namamu yang mudah-mudahan nama ini sesuai yang tertulis di Lauhil Mahfuz dan pada azalmu, yaitu dengan nama Azka Sufia binti Sufiyandi. Barakallahu fiha walidayha waja'alaha ta'atan laka wali rasulika wali abwaiha birahmatika ya arhamarrahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Bali as-samawati wal ardi ya dzal jalali wal ikram ya ilahana wa ilaha kulli syai'in ilahan wahida nas'aluka wa natawassalu ilaika bi jahi nabiyyikal mustafa wa ali ahli sidiki wal wafa anta ja'alna ya Allah azka sufiyan binti sufiyan ibaratan laka wa li rasulika wa li abwaiha. Allahumma tawil umraha bi maradati wa ahsin akhlaqaha wa qammin laha al iman wal islam wahfazha min kulli syaitan waham wa min kulli aynin lamah bi rahmatika ya arhamin. Allahumma fadhhu min kulli Allahumma fadhhu min kulli syaitani wa min kulli amri rahmatika ya rahimin waj'alha ya Allah min ibadikas salihin waj'alha ya Allah min ibadikal muttaqin waj'alha ya Allah min ibadikar rasyidin.
يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم أنت النعمان معين ربنا شاكرين بواتوفنا مسلمين وما أسمنا الأمين في زمرة السابقين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى من محاسن الأخلاق بما تديك عن كتابتي بطول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المهتم على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه البت هيبة قوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نصرتي به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيب المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البريات محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشاني وله العلا في مجدي ومكاني أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهام عناني لقد انبسط القلم في تدويج ما فاده العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم حسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعلي أفضل الصلاة وتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم ظهر الدين والمؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين والمؤيد بظهور النبي أحمد يا هلالا نبي محمد ذلك الفضل من الله
هنانا يا نانا يا هنانا يا نانا يا هنانا يا نانا يا هنانا يا نانا ظهر الدين مؤيا بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نانا بمحمد ذلك الفضل من الله سبع المثاني وحوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله الله يا هنانا يا هنانا يا هنانا يا هنانا ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نانا بمحمد ذلك الفضل من الله يا هنانا 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 من مكة لما ظهر لأجله شق القمر وافتخرت آل الله يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نانا بمحمد ذلك الفضل من الله صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا واشفع لنا يوم الزحام يا هنانا 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 ظهر الدين المؤيد بظهور النبي
زهر الدين المؤيد بزهور النبي أحمد. يا هنانا بمحمد ذلك الفضل من الله. يا هنانا 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 يا هنانا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نظم الفكر من رسول محمد يدي قد توجه إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سيفه مشكورا وفي ليفه محمودا ويكتب عملي في العمل المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلة الرسولة. اللهم يا من إليه تتوجه الأمل فتوض ظافرة وعلى باب إيثته فارطرها الفتشاها منه الفيوضات الغابرة. نتوجه إليك بشرف الوسائل لديك سيد المرسل عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عمد رسالته العالمين. أن تسلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفظ ذرك وحمل ريد دعوتك الشاملة على بالأكبر المحب لك المخصص بشرف أفضل في كل موت من مواطن القر والمظهر قاسم عبدك في بادك وساكي كوشك شجل الهدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المنصوص منك في أجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى ربه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاد النبي الكريم ونتوسل إليك في شريف مقامه العظيم. الحمد لله ظن في حركاتنا وسكناتنا بعيننا وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتكلفتنا بجميع رعايتك وأسر وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب وإليك وإلى هدى الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحرقنا به من نيتنا وعملنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائك اتباع من السالكين وليهديك واكي من المؤدين وليهديك من الحافظين. اللهم إنا نعلم برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذل جميلة وسيلة إليك فلا تخيبنا. آمنا بي وبرسول وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين. أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإسلام والسائل بما سأل والمؤمن بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواثر وواله وظاهر وعم ببركته وشريف أولادنا ووالدينا وعلى قدنا وذنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وذمرا يتدين في جميع أقدام المنشورة ومعلم من الإسلام والإيمان بأهلها معمورة من المسورة واكشف لقربة المقربين واقضي دين المدين واغفر للمظلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين اجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وابشر لهم بالحق في جميع النواهي والقدر وايدهم بمنك ونصر على المعانين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الاسلام من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الاسلام من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحرز المقيم من جميع الخطايا وادمنا في العمل بطاعتك واسد في خدمتك قائمين واذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا من كبيخين أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجل سامع والقلوب وعلى آله وصحبه من إله منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Hantu ngarannya Ummu Sibyan, syaitan yang selalu mengganggu anak masih halus dan kadang-kadang menangis tengah malam. Kadang-kadang tapi jurang-jurang bahar itulah bila bayi itu jangan dibawa berjalanan dulu.
jangan dibawa keluar rumah terutama maghrib-maghrib. Apalagi nang padang sunyi nang kayak ini. Maghrib-maghrib yang dibawa jalanan dulu belum sampai umur lagi lah. Nya manis dagingan orang manis daging itu orang ketujuh berataan bukan hanya manusia aja yang ketujuh. Orang sabalah ketujuh juga. Nah, yang kadang-kadang penggaringan anak. Nah kita azanakan telinga kanan, telinga kamatkan telinga kiri. Kalau inya penangisan ya tadi pas orang azan tuh bacaan salawat samburakan. Munya kada mau disambur umanya nang disambur. Nah jadi sunnah itu. Kemudian pulang setelah itu tadi hari ini kita tasmiahan memberi nama itu pun juga ada ulama yang menyebutkan kewajiban. Sebab jangan sampai anak ada bernama dan cari nama anak itu nang bagus. Minimal kita tahu artinya. Atau munnya kada tahu artinya cari nama itu sesuai artinya apa ya nama orang bahari nang bagus. Mungkin nama ulama kah, nama habib kah, nama wali kah misalnya. Nah, kalau azka itu kalau bahasa Arabnya orang nang pintar ya lah azka itu pintar. Nah, mudahan pintar pada abahnya kena. Ya Allah kita besi anak itu jangan sampai ya. Kem nakai jangan sampai pintar pada abah. Kem harus bungol pada abah itu kada pintar abahnya karannya. Jadi harus lebih pada kita. Sufia itu artinya orang nang sufi itu bersih. Orang nang insyaallah kinanya hidupnya apa ya kada dicemari oleh orang-orang nang lain-lainnya lah apalagi di akhir zaman ini macam-macam. Nah, kemudian sunahnya juga mentahnik. Nah, mentahnik tadi itu makannya jakanya ada kurma-kurma minyak kadada ya tim madu tadi kan. Asa jangan abahnya juga madu yang. Mama. Madu. Nah, ini nang manis-manis lah intinya itu. Supaya apa? Supaya pandirannya tuh manis ya lah. Nyaman didengar ya lah. Itu nang disunahkan lah. Amun kadang-kadang kalau orang Banjar ada diandaki garam, kadang-kadang ada santan, macam-macam ada nang kebanyakan garam ya masam akhirnya nya, masinannya. Nah, supaya masin pandirnya aja. Jadi mun ada mun sidin pandir masih orang mudanya tuh. Bagus aja nang itu. Kayak orang menakib tuh biasanya ada cincin. Nah, cincin nang lubangnya 4 buting. Amun ini ada cincin orang Banjar tuh sebuting aja. Ini ada wadah cincin tuh luangnya 4. Itu jar guru almarhum guru Kurnain Bahari. Mencair rezeki itu nyaman. Sini tambus, sini tambus, sini tambus, tambus terus di sini. Hanya di mana-mana ada rezeki. Nah, jangan mandaki cincin manakib itu nang luangnya sebuting, banyaki luangnya kalau perlu 10. Gimana ada 4 ya Bang biasanya lah. Nah itu supaya ya bagus aja nang itu istilah-istilah nang kait tahan artinya kita mengambil faedah mudah-mudahan kayak itu aja. Nah, kemudian pulang bakikah. Nih, bakikah lah. Nah, kambing. Tapi seikung ya Bang binian ya Allah alhamdulillah nah. Tanda syukur tadi tahan. Jadi maulahnya kalau sampai kisah pas jadinya aja bakisah ya Allah. Ya nang ulun alhamdulillah besi anak kena bakikah. Nah itu ngarannya mensyukuri nikmat nang diberi Allah taala tadi. Nah, jadi kenapa ya tadi julun tadi jarang orang besi anak tuh. Nah, ya tadi mun sudah nang orang bepacaran misalnya pas di IGA jembatan mana kan langsung jadi. Tapi ketika kita nang halal 2-3 tahun belum jadi-jadi lagi. Nah itu anugerah daripada Allah taala ngarannya. Nah, jadi itu sunah-sunah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita besi anak masih bayi. Nah, tanggung jawabnya bukan hanya waktu bayi aja sampai ke ganal kena disekolahkan ya Allah. Kita didik dengan pendidikan agama supaya inya jadi orang baik. Nah, maka bila sudah kita didik kepada pendidikan agama lalu inya jadi orang baik, kena telah sudah ganal tuh, maka semua amal ibadahnya inya dapat pahala, kita dapat pahala terus juga. Bila sudahnya balik, kita kawinakan, nah maka setelah itu sudah bebas saja, terserahnya aja lagi sudah. Yang penting kita sudah, kewajiban kita sudah kita jalani sudah. Maka kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang saleh salehah, terutama anak yang kita tasmih tadi, Azka Sufia, mudah jadi anak yang salehah, yang taat kepada Allah, membahagiakan orang tuanya dunia wal akhirah, dan mudah-mudahan kaina akan membawa mama abahnya ke dalam surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malikiyawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Amin amin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina Muhammadin wa alihi washabbi ajmain. Allahumma sallimna wa sallim lana wa sallim ahlana wa sallim amwalana wa sallim jama fina. Allahumma taqabbal aqiqata aska sufia bin sufian di kama taqabbal tamin sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma ahsin akhlaqaha wa kammil alihimul islam wa hafazha min kulli syaitin wa hama wa min kulli anil amir rahmatika ya amrahimin wa salimha min yawmi wiladati ila badal mamat birahmatika ya amrahimin. Rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum kum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.